جولة صحفية يومية مع أبرز أخبار المملكة العربية السعودية. نبدأ مع صحيفة عاجل حيث عنونت: لحظة مداهمة عمالة مخالفة امتهنت بيع أجهزة التكييف المستعملة على أنها جديدة بالرياض. وفي التفاصيل: ضبطت حملات غرفة العمليات المشتركة في أمانة منطقة الرياض عمالة مخالفة امتهنت إعادة طرح أجهزة التكييف المستعملة في الأسواق على أنها جديدة بعد إجراء بعض التعديلات بها. ونشرت أمانة منطقة الرياض مقطع فيديو أظهر لحظة مداهمة موقع تلك العمالة وضبط مجموعة من التكييفات المستعملة خلال تجهيزها لبيعها عقب تركيب وجه جديد لها لخداع الزبائن. أما صحيفة سبق فقد عنونت: على ذمة برنامج أكشن مع وليد، الإيقاف ينتظر لاعب الاتحاد فهد المولد. وفي التفاصيل: كشف البرنامج التلفزيوني الرياضي أكشن مع وليد مساء أمس الخميس عن إيقاف مهاجم الاتحاد فهد المولد مؤقتا بقرار من لجنة المنشطات بعد ظهور عينة إيجابية في تحليله. وفقا للبرنامج نفسه، تلقى نادي الاتحاد خطابا من الأمانة العامة لاتحاد كرة القدم ولجنة المنشطات يفيد بإيقاف فهد المولد حتى إشعار آخر، وسيتم تحديد موعد لجلسة الاستماع للاعب في وقت لاحق بعد ظهور عينة إيجابية في تحليل المنشطات. وننتقل إلى صحيفة المدينة والتي عنونت: سحب قرعة مونديال 2022 الجمعة. وفي التفاصيل: يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم عملية سحب قرعة مونديال قطر 2022 الجمعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويقام المونديال في الفترة من 21 من نوفمبر إلى 18 من ديسمبر المقبل، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. أما صحيفة المناطق الإلكترونية فقد عنونت: هل يتم الانتقال من نظام الضمان القديم إلى المطور بشكل تلقائي؟ الموارد البشرية تجيب. ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفسار حول مدى حدوث انتقال تلقائي من نظام الضمان القديم إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور. وأكدت الوزارة أنه يجب على المستفيد الحالي التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لانتقاله من نظام الضمان القديم إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور، وشددت على أنه لا يوجد انتقال تلقائي من الضمان القديم إلى المطور، لكن الأمر يحتاج إلى تسجيل.